يوجه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في الساعة 9 من مساء اليوم كلمة بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران في وقت يتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن مع نشر الأخيرة قوات إضافية في المنطقة. وكرر الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي في طوكيو مع رئيس الوزراء الياباني انتقاداته للاتفاق الإيراني الفظيع، لكنه قال إنه منفتح على مفاوضات جديدة وأضاف: أعتقد أننا سنبرم اتفاقا مع طهران. أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف أن الرئيس محمود عباس سيطالب المشاركين في القمتين العربية والإسلامية بمقاطعة ورشة العمل الاقتصادية التي تخطط الإدارة الأمريكية لعقدها الشهر المقبل في البحرين. وتستضيف المملكة السعودية قبل نهاية شهر رمضان قمتين، واحدة للدول العربية وأخرى خليجية، إضافة إلى اجتماع الدورة 14 لمنظمة المؤتمر الإسلامي. تصدت القوات اليمنية المشتركة لهجمات ومحاولات تسلل لميليشيات الحوثي على مواقعها داخل مدينة الحديدة ومديرية بيت الفقيه ضمن مسلسل خرق وقف إطلاق النار. وقالت مصادر في القوات المشتركة أنها تصدت خلال الساعات الماضية لمحاولات تسلل انتحارية للميليشيات الحوثية صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء، وأوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى. وكانت مصادر يمنية أفادت بأن ميليشيات الحوثي دفعت بتعزيزات عسكرية نحو مدينة الحديدة غربي اليمن وسط محاولات للتقدم نحو مناطق من المدينة خاضعة لسيطرة القوات اليمنية المشتركة.